محافظة خليص هذه مسقط رأسي وطفولتي هنا، وعشت مع أبائي مع أقاربي مع أهلي مع جماعتي، وحب القرية هو انتماء للوطن حقيقة. احنا طبعا انت تعرف الواحد المنطقة أو القرية حقته هذه اشتاق لها اشتياق أنا ما أعرف أوصفه صراحة. والله المجارير هذا لون شعبي احنا فتحنا عليه في على موروث على الآباء والأجداد، تواصلنا حتى تعلمنا هذا المجرورة إلى أن وصلنا تاريخنا هذا اليوم، نقول إن شاء الله أنه يبقى لا. أول لما كانوا آباءنا وأجدادنا يلعبونه إحنا نجي جنبهم وننظر في هذا ونكتسب الموهبة من اللعب هذا ونلعب معهم. نفقد شخصيتنا ومجالنا اللي احنا متقنينه. لون كامل يندثر هذا مشكله صراحه، لكن الحمد لله انه ما اندثر، انكم جيتوا انتم ان شاء الله انه ما يندثر ويتسجل بالتسجيل الصحيح.